R H C S A R H C E Egypt. Introduce Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Certified Engineer. طيب انا هبدا اشغل على طول الفي ام وير بتاعتي عشان نبدا الشغل بتاعنا. احنا بس المره او امبارح اخر حاجه وقفنا عليها اتكلمنا عن الفايل سيستم وازاي الملفات بتاعتك، تمام؟ نكمل ان شاء الله الموضوع ده النهارده عشان نخلصه بقى ان شاء الله النهارده ونخش في مواضيع تانية يعني. ايوه، سنتوس وريد هات زي بعض بالظبط، باختلاف ان ريد هات بتديك الابديتس بشكل سريع جدا جدا جدا، في حين سنتوس بتاخد وقت يوم او يومين او من يوم لاسبوع لحد ما تجيب الليتس من ريد هات تعمل لها كومبايل مره تانيه وتديها لك في شكل باينري فايل او ملف تعمل له انستول على طول. طيب ادي البر بتاعتها اهي، هعمل لها سيو. تمام، نبدا الشغل بتاعنا بقى. اتكلمنا امبارح شويه عن السيستم عندنا، وفي عندنا بدانا الاول اتكلمنا عن اليوزرز، قلنا في نوعين من تمام. النوعين الاشهر اللي موجودين هم الروت يوزر واليوزرز العاديين. اليوزرز العاديين دول حاجه من اتنين، يا اما يوزر اللي هو شخص مصطفى ومحمد محمدين، يا اما يوزر خاص شويه وده بيكون للسيرفر زي الويب سيرفر بتاعي مثلا زي الاف تي بي. قالك لما ابتدى تيجي ترانس وبالتحديد لما تكون نتورك سيرفيس، غالبا لما تكون نتورك سيرفيس يعني، فانت هترنها بصلاحيات يوزر ملوش اي صلاحيات تقريبا كجزء من السكيورتي، عشان لو حصلت اتاك وانت بترن حاجه معينه بصيغه الروت وحد عمل عليها اتاك فرجعت، يبقى الراجل صلاحيات الراجل اللي كان بيرنها اللي هو مين؟ اللي هو الروت، يبقى بالمنظر السيستم عندك بقى خلاص مع السلامه. انما لو انت بترنها بصلاحيات واحد زي طه زي محمد زي محمدين واحد اي صلاحيات اللي على ملفاته جدا يعني، بس مش هيبقى يوزر بيعمل لوجن، يعني اليوزر بتاع السيرفيس دي ما بيعملش لوجن، الحاله دي لو حد عمل اتاك على السيرفيس دي خلاص مع السلامه. ماشي كده؟ طيب نبدا بقى كده. هفتح تيرمينال. التيرمينال ده عباره عن انترفيس لحاجه اسمها الشيل اللي موجود عندك، والتي تي واي عباره عن مجرد انترفيس للشيل اللي موجود عندك. وقلنا الفولت اللي عندك اللي عند حضرتك ان لازم في تي تي واي، يعني لازم يكون في انترفيس للشيل اللي عندك. طيب كلام جميل قوي. وقلنا ان الجرافيكال يوزر انترفيس او الديسكتوب انفايرمنت بتاعتك دي ده عباره عن ابلكيشنز بس على المكنه، يعني انت ممكن تكون بتاعتك عليها او المكنه بتاعتك ما تكونش عليها اصلا جي يو اي من الاساس، يعني المكنه تكون عليها جي يو اي او ما فيش اصلا من الاساس، بس الديفولت هيكون لازم يكون في اكسس للشيل عن طريق التي تي واي. الديفولت عندك لازم يكون في اكسس للشيل، لازم تكون التي واي موجوده، الجي يو اي مش شرط تكون موجوده. غالبا غالبا بنسبه 100% ل 85% السيرفر ستوريشن ما بيكونش فيه اي جي يو اي ابلكيشنز بتاعتك، بتكون كومن كلها. ليه الكلام دون؟ لان في ريسورس كتيره جدا، يعني لو تخيل ان انا عندي سيرفر، لو انت تتخيل ان انا عندي سيرفر، السيرفر ده رن عليه 12 فيرشوال ماشين دلوقتي في الوقت ده، واللود عليه اقل من 1%، السيرفر ده ما تعملوش ريبوت بقاله مثلا حوالي 6 شهور، انت هتتجنن يعني. ازاي يعني؟ يعني السيرفر اللود عليه 11% يعني 1 من 10، 10% مش ويا كمان، ده لان مفيش جرافيكال انترفيس عليه. طبعا ده الفرق الكبير قوي بين مايكروسوفت ويندوز. خلي بالك من القاعده كده، كل ما البرامج بتاعتي كل ما المخاطر بتاع باي مشاكل هتزيد، باي مشاكل زي الاتاكس على عندك دوت، لان كل ما الاب بتزيد كل ما احتماليه ان الباجز. فانا لو انا عندي مكنه عليها 1000 ابلكيشن، ساعتها اكيد هتكون اقل من مكنه عليها مش. هتكون 10 اضعاف المشاكل اللي موجوده. فلو وريتك كده، ادي مكنه موجوده عندي على ما افتكر الاي بي يعني، دي فيزيكال ماشين. لا هو انا مش كونكتد في بي ان، قلت كونكتد دلوقتي الدنيا كلها. طب نخليها بعدين وابقى اوريها لكم، يعني هبقى اوريها لكم بعدين ما اوقفش الكونكشن. طيب كلام جميل.
نكمل تعالى تعالوا كده نفتح ملف ده ديسكتوب الملف بتاعنا تعالى كده يا سيدي بقى يا معلم احنا قلنا امبارح ان السيستم بينظم الملفات بشكل شيء الى حد ما بالويندوز وقلنا ان الفايل سيستم بتاعك الطريقه اللي الاوبريتنج سيستم يقدر ياكسس بيها الملفات ويقدر يخزنها بيها يخزن الملفات وازاي هقدر بعد لها اكسس عشان اعمل لها ريتريف طيب وقلنا الفايل سيستم بتاعنا عندنا او الملفات عندنا الحركة بتاع الفايل سيستم قال لك بيبدا بحاجه سلاش والسلاش دي عباره عن كال بوينت والسلاش دي تقابل في الويندوز السي نيم او السي درايف اسم درايف اللي اسمه سي خلاص تحت السلاش دي هتلاقي حاجات عن هوم وقلنا الهوم دي هيتحط في الدايركتوريز بتاع اليوزرز هتلاقي عندك زي روت وقلنا دي الهوم دايركتوري اليوزر بس لوحده وعندك حاجات زي اسبن وعندك حاجات زي خلاص عندك ايه كمان عندك حاجات زي يوزر حاجات زي بروك عندك زي ام ان تي عندك زي ميديا عندك حاجات كتيره قوي عندك حاجات زي سيس او زي ديف عندك حاجات زي اي سي قوي فعشان ما نضيعش وقت بس فيها هنتكلم عن كل حاجه لما نوصل لها بتاعها مش كده كلام جميل قوي هنتكلم عن ايه بقى قبل ما نتكلم النهارده عن اي حاجه فاكرين انا كنت بعمل سويتشنج ازاي ما بين الجرافيكال يوزر انترفيس والباين طيب انا كنت بعمل سويتش ما بين الجرافيكال يوزر انترفيس والكوماند لاين طريق الفانكشن كيز كنترول والت والاف فانكشن مثلا انا قلت عندي 5 تي تي وعندك جرافيكال يوزر انترفيس لو انا عايز اروح للتي تي واي رقم 2 هقول له كنترول والت اف 2 شايفين عندي راح للتي تي 2 لو حبيت اتاكد ان تي واي رقم كام تي واي بس كده طب لو عايز اروح تي واي رقم 3 قال لك كنترول واف 3 جيت اقول قال لي انت تي تي واي 3 عايز اروح هقول له كنترول والت واف 4 هعمل روت والباسورد بتاعتي كده قوي خلاص لو جيت اقول تي واي 4 وهكذا عايز ارجع تاني لو عايز ارجع للجرافيكال يوزر انترفيس هضغط كنترول والت واف 1 كنترول الت اف 1 طيب كلام جميل ده يعني كلام فل يعني طيب عشان ما انساش بقى لك المعلومه دي يا سيدي تعالى كده نرجع اي مره ثانيه هرجع لجو اي الت 2 بص يا معلم لو انت موجود في اي تي تي واي يعني لو انت في تي تي واي رقم 2 وهتروح لتي تي واي رقم 3 ممكن تضغط اف 3 مباشره لو انت في تي تي واي رقم 3 وعايز تروح للتي تي واي رقم 2 اضغط الت واف خلاص يبقى لو انت واي لو انت في تي تي واي نفسها ايا كانت انت مش محتاج تضغط الت كل رقم التي تي واي او الفانكشن كي بتاع رقم التي تي واي لا انت ممكن تضغط كنترول لا اسف الت تي واي على طول يعني الت اف 4 يديك تي واي 4 الت اف 3 هيوديك التي تي واي رقم 3 على طول مباشره ماشي كده؟ طيب خلي بالك لو انت في الجرافيكال يوزر انترفيس وعايز تروح لاي تي تي واي لازم تضغط كنترول معاها خلاص هي الوحيده بس انما لو انت اصلا في التي تي واي ممكن تتنقل عن طريق او الفانكشن كي بتاعك طيب شورت كات ثانيه كمان شورت كات ثانيه لو انت برضو في نفس التي تي واي وهتنقل ممكن تضغط الت الاروز او الاسهم بتاعتك يمين وشمال لو عايز تروح تي واي رقم 2 اضغط الت ورقم شمال لو انت في تي واي 3 عايز تروح رقم تي تي واي رقم 3 الت سهم يمين عايز تروح تي واي رقم 3 وهكذا يبقى بالسهم يمين مع الالت كي لو انت تي تي واي نفسها ماشي لحد دلوقتي حد عنده مشاكل لو انت اصلا انا قلت الشرط لو انت في تي تي واي بتتنقل ما بين اي تي تي واي ثانيه بالت رقم التي تي واي شمال ويمين خلاص يعني انا مثلا عندي اهون انا في تي تي واي رقم عايز اروح تي واي رقم 3 هضغط والسهم يمين عايز اروح تي واي رقم 4 الت ويمين عايز ارجع تي واي رقم 3 تاني الت والسهم شمال خلاص تي تي واي رقم 2 تالت والسهم شمال بس كده يبقى انت في عندك ثلاث طرق تتنقل بين وايز منها واحده لو انت تتنقل ما بين وايز والجرافيكال يوزر انترفيس وانت لو انت في تي تي واي نفسها وتتنقل ما بينهم ماشي كده طيب اكمل جميل حاجه كمان يا معلم لو انت في تي واي وعايز تتنقل لدي تي واي تاني لو انت في تي تي واي
لاي تي تي واي ثانيه في عندك كمان سي اتش في تي. سي اتش 1 معناه تشينج فيرتشوال تيرمينال، سي اتش تي معناه تشينج فيرتشوال تيرمينال. وهتقول له انت عايز تروح لاني تي تي واي، يعني انت مثلا في اس تي واي 2 عايز تروح رقم 4، قول له سي اتش في تي 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 واي 4 4 على خلاص اهو اتش في تي ورقم تي تي واي. تروح تي واي رقم 2 تي تي واي مثلا رقم 5 سي تي 5 هيوديك تي تي واي على طول. يبقى تشينج في تيرمينال هيعمل لك ايه؟ يغير لك رقم تي تي واي اللي انت موجود فيه. ماشي كده؟ جميل. طيب اقول لك بقى على حاجه ظريفه قوي في موضوع تي تي واي ده. بص الجي اي بس كده مؤقتا ثانيه واحده، اروح الجي اي مؤقتا ثانيه واحده كده معايا كده. انا بس هعمل اتاتش الاسطوانه ريد هات وهعمل سيتنج. باختصار هتكون الايزو بتاعت ريد هات عندي في المكنه وهعمل لها كونكت، هقول له المكنه اللي كونكتد كده. وتعالى يا معلم اوريك حاجه ظريفه قوي. تعالى عندك جميل قوي، هو الاسطوانه فتحت عندك اهو ريد هات 6.1 الديسك بتاعك. هتخش جوه فولدر اسمه باكجز جوه الاسطوانه، في باكجز كتيره قوي جوه. اللي هعمله هانستول دلوقتي باكج جي بي ام. ممتازه قوي الباكج دي، هوريك ليه. يلا يا سيدي انستول حاجه اسمها جي بي ام. جي بي ام ايوه هي الباكج دي، اعمل لها انستول عندي دلوقتي. تمام يلا يا سيدي. يلا يا حاج طيب على ما يخلص كده معايا كده عندي على حاجه. بص كده يا سيدي عندي الشله اهوت، انا عندي عدد لا نهائي من الشله ممكن افتحها عند الجي او اي او عند الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعي. تمام طيب هوني اوثنتيكيت دلوقتي، هعمل مني باسورد روت لان انا هانستول حاجه. بص انت ممكن تفتح شله تاني عن طريق تيرمينال، اوبن تيرمينال هيفتح تاني في ويندو تانيه. طب لو انت عايز الويندو كده بص تقول اوبن تاب. بص عندك كده بقى في دلوقتي شيل موجود عندك اداه واحد واداه اتنين في نفس الويندو. ماشي طيب بقى عندك يا معلم تي تي وايز كان اسمها او كانت هتلاقي شال فايل موجود تحت سلاش ديف تي تي واي. يعني لو جيت اقول له كده سلاش ديف هتلاقي عندك حاجه اسمها تي تي واي. تي تي واي واحد مثلا تي تي واي اتنين اهو. طب الترم معاك في الجرافيكال يوزر انترفيس مسمي تي واي، الترمينال في الجرافيكال يوزر انترفيس اسمه بي تي اس. بص كده لو انت قلت له تي تي واي عندك قال لك اسمه بي تي اس زي. يعني ده بي تي اس اختصار بوسودو تيرمينال سكرين، بوسودو تيرمينال سكرين، وزي ده معناه ان هو رقم زيرو او هو اول تيرمينال عندك. لو انت رحت لتاني قلت له تي تي واي هيقول لك ده بي تي اس رقم ثلاثة. طب ليه بقى؟ لان في عندك اكتر من تاني مفتوح، في عندك شويه تيرمينال ثانيه. فاول اول تيرمينال عندك اسمه اس 0، تاني واحد اسمه واحد، تالت واحد اسمه بي تي اس وهكذا. يبقى التيرمينال في اليوزر انترفيس اسمه بي تي، التيرمينال في التكست يوزر انترفيس او في التي تي واي اسمه تي.
ماشي كده؟ طيب يبقى كده لو سالت اي حد في اي وقت الترمينال بتاع الجرافيكال يوزر انترفيس اسمه ايه والترمينال بتاع الجي واي او التي تي واي اسمه ايه، طيب انا كده في نفس الوقت كده عامل لي باكج عندي. طب تعالى كده عشان اوريك حاجه ظريفه قوي كده، تعالى كده نرجع تي تي واي عشان اوريك حاجه ظريفه. أنا يعني خدوا اللي انا بعمله مؤقتا لحد ما تعرف الكوماند ده بيعمل ايه. سيرفيس جي بي ام، جميل. بص عندك كده ظهر كده خالص، الماوس بتاعك بقى بيتحرك، فانا عملت انستول الباكج دي بتديني سيرفيس تخليه استخدم الماوس في الكوماند، ماشي؟ اللي انا عملته عملت انستول الباكج تخليه يتحكم في الكوماند لاين. باي ديفولت الاج دي بيتعمل لها انستول في ريد هات رايز لينكس 5، في ريد هات لينكس 6 ما بتعملش انستول باي ديفولت. فانا هوريها لك بس كده من البدايه عشان لو انت واي وحبيت تستخدمها في اي وقت تستخدمها. طيب التول دي او الباكج دي بتديني ايه؟ الباكج دي بتديني امكانيه ان انا استخدم الماوس اعمل كوبي وبيست في طيب ازاي؟ قال لك لو انت عايز اي حاجه علم عليها بالماوس كده اهو، عايز تعمل لها بيست رايت كليك، تاني لو انت وعايز تعمل كوبي لاي حاجه اهو، اعمل لها كوبي بس، اعمل لها هايلايت، اعمل لها هايلايت بس، عايز بيست رايت كليك بس، شكرا بس كده. بعد كده نرجع جراف انترفيس تاني. حد عنده مشاكل كده؟ حد عنده؟ يبقى انا عملت انستول لباكج اسمها جي بي ام، دي هتسمح لي ان انا استخدم في التي تي واي نفسها. طيب كمل احنا بقى شغلنا بقى، انا حبيت بس اوريك التول الجميله دي قبل ما نبدا يعني. تعال بقى احنا كده نبدا ونكمل شغلنا. طيب كلام جميل قوي. تعال كده نفتح لنا بينت تاني هنا فاكس كان البينت بتاعنا. احنا قلنا السيرفيس دي لازمتها ان هي بتوفر لي ان الماوس يتحرك في تي تي واي، ابدا استخدمه في تي تي واي. طيب تعالى كده يا سيدي، احنا قلنا السيستم عندنا بحاجه اسمها السلاش، صح؟ تحت السلاش دي في شويه حاجات تانية. زي ايه؟ يعني تحت السلاش دي كده في شويه حاجات تانيه زي تعالى جميل قوي الكلام ده. حاجات مثلا زي هوم، في عندك مثلا زي روت، في عندك حاجات زي ده، في عندك حاجات سي، في عندك حاجات زي يو اس ار. تمام يعني. طيب تعال كده بقى تحت، قلنا ممكن يكون في عندي شويه يوزرز، لكل يوزر هلاقي فيه دايركتوري باسمه اليوزر ده. يعني مثلا لو انا عندي يوزر اسمه علي هلاقي له دايركتوري باسمه اسمه علي، لو عندي يوزر تاني اسمه احمد هلاقي له دايركتوري باسمه اسمها احمد. طب كلام جميل قوي. طب علي ده هو كمان ملفات، يعني الراجل اللي اسمه علي هو كمان له ملفات. ممكن تحت علي هنا كده، تحت علي هلاقي له شويه ملفات باسمه، ممكن الاقي عنده مصدر اسمه ديسكتوب، ممكن الاقي كمان فولدر اسمه داونلودز او دوكيومنتس، ماشي كده؟ طب كلام جميل قوي زي الفل. انا عايز اتحرك في السيستم، يعني افترض عندي نفس الافتراض ده ان تحت يوزر هلاقي عندي فولدر هلاقي في شويه حاجات مثلا تحت يوزر بالمنظر ده. هلاقي تحت شير ده هلاقي شويه تانية. زي مثلا شير، وكنت لاقي اسمه فونتس، وفي تاني اسمه دوك. طيب كلام جميل جدا وزي الفل. تعالى بقى كده يا معلم، تعالى كده تعالى نعمل سكرين. انت السيستم بتاعك دلوقتي بيبدا بايه؟
السيستم بتاعك ما بيبداش، هو من فوق وتحت السلاش وندرز ودايركتوريز موجوده. طب انا انقل، انا عايز اتنقل بين الحاجات دي، او انا قبل ما اتنقل انا عايز اشوف منطقهم الاسم ايه، انا عايز اشوف منطقه الاسم ازاي. قال لك حضرتك انت السيستم بيبدا بايه؟ قال لك بيبدا بالروت فايل السلاش اللي عندي. طب تحت السلاش ده، قال لك تحت السلاش شويه فوق دايركتوريز. طب هو انا عايز الدايركتوري انطق من اسمه ديسكتوب ده، انطق الاسم بتاعه ازاي؟ يعني لو انا عندي واحد اسمه، لو انا عندي يوزر اسمه مثلا، او شخص، شخص ما اسمه محمد علي احمد، صح؟ عندي اسمه محمد علي، محمد ده مين؟ ده اسم الشخص. وعلي ده مين؟ ده اسم. واحمد ده مين؟ ده اسم الجهاز. قال لك ده اسم الشخص بتنطقه كده. انا بقى معلم في اللينكس، قال لك لا لينكس بقى انت هتنطق من فوق لتحت بالمنظر ده كده، يعني هنا الجيت من البيرنت لحد ما توصل للتشايلد، يعني معكوس. انت بدات هنا البيرنت، اصلا البيرنت مين؟ هو السلاش. طب مين اللي بتاعه اللي هيوصلك للفولدر ديسكتوب ده؟ مين التشايلد اللي هيوديك ديسكتوب ده؟ مين التشايلد؟ قال لك ده ديسكتوب ده عباره عن، هو تشايلد لفولدر اسمه علي. علي الفولدر ده نفسه عباره عن الفولدر اللي اسمه هوم، وهو اساسا تحت السلاش. طب تعالى نكتب، تعالى نكتبها كده. يبقى انا اول سلاش تحت في فولدر، تعالى كده نكبر الخط ده. بص كده يا سيدي، بدانا في فولدر اسمه بدانا بحاجه سلاش، قلنا السلاش دي بما انها البيرنت بتاع الكل فتحت منها كل حاجه. طب مين اللي سلاش هيوديني الديسكتوب ده؟ قال لك تحت هوم. طب وايه اللي تحت هوم هيكتب؟ قال لك علي. بعد كده من علي ديسكتوب. طب جميل، تعالى من سلاش تحت السلاش دي في فولدر اسمه هوم. طب تحت هوم في تاني اسمه علي، اسف، في فولدر تاني اسمه علي. بعد علي ده اللي هيوصلني الديسكتوب حاجه اسمها ديسكتوب. يبقى كده كامل. قال لك طب انا اعمل بيرنت من التشايلد، قال لك بان البي هنا والتشايلد هنا، حط ما بين كل بيرنت والتشايلد بتاعه سيبريتور. السيبريتور ده خلاش، السيبريتور ده خليه لي، يعني الاسم بقى كامل عندي هوم سلاش علي سلاش ديسكتوب. تعالى كده نفصصها، تعالى كده نفصصها. اول سلاش عندك ده، اول سلاش عندك ده، ده هو السلاش ده اللي هو الريل سيستم، اللي هو اللوجيكال بوين. طب السلاش ده تحت صح؟ يبقى سلاش هوم، ادي سلاش هوم، في بعد كده هوم علي اهو، في بعد كده هوم علي. طب ايه السلاش ما بين هوم ديا؟ ايه السلاش ما بين هوم وايه السلاش اللي ما بين علي ده؟ قال لك السلاش اللي ما بين هوم وما بين علي دي عباره عن سيبريتور بيبين لك ان علي ديا عباره عن تشايلد من الفولدر اللي اسمه هوم، ده عباره عن تشايلد من الفولدر اللي اسمه هوم. السلاش الثانيه، ايه السلاش الثانيه اللي بين ديسكتوب وما بين علي؟ السلاش الثانيه دي برضو سيبريتور. يبقى خد القاعده دي، خد عندك القاعده دي. اول حاجه عندك اول سلاش دي الاولانيه خالص دي عباره عن روت سلاش او الروت فايل سيستم بوينت، دي النقطه بتاع الروت فايل سيستم، او دي بدايه الفايل سيستم بتاعي. طيب السلاش اللي ما بين اي حاجه تانية في قلب الطريق ده او الباث لحد الفولدر اسمه ده، دي عباره عن سيكتور ان كل فولدر والتاني. يبقى كل فولدر ده بيفصل عن الفولدر ده بسيبريتور، السيبريتور ده هو السلاش ده، الفولدر ده بيفصل عن الفولدر ده بسيبريتور اللي بيفصل بينهم برضو ايه؟ السلاش ده. مش كده؟ عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ حد عنده مشاكل؟ جميل، اكمل يعني؟ جميل قوي. تعالى بقى كده، يبقى انا قلت ان كل ما هتكلم عن فولدر هفصل بين الفولدر ده واللي قبله بريتور. طب جميل، تعال نوقف ده كده ونكمل تاني. لو حبيت انطق تانيه الباث اللي هيوديني الفولدر، لو حبيت انطق الطريق سلاش لحد دوك، انطق. قال لك يا سيدي انت السلاش هو البيرنت. طب مين اللي تحت السلاش وصلني لمين؟ لدوك. قال لك اللي تحت السلاش هو يوزر. طب مين اللي تحت هيوصلني لدوك؟ قال لك شير. دوك البيرنت هو البيرنت بتاع دوك هو شير. قال لي، قال لك بس خلاص شكرا. يبقى انا لما اجي هكتبها بالمنظر ده كده، لما انا اكتب هقول له سلاش يوزر شير دوك، بس خلاص. السلاش الاولانيه هي الروت فايل سيستم بيرنت بتاع الكل، او اللوجيكال بوينت اللي هتبقى هبدا بيها الفايل سيستم بتاعي او بقى السيستم بتاعي. بعد كده يوزر ده عباره عن الفولدر تحت سلاش،
وبينه واليوزر ده هو عباره عن بيرنتر اسمه شير، واللي بفصل بين يو وشير ده سبريتور هو برضو اسمه، وشير ده هو البيرنت اللي اسمه دوك. انا كده وصلت اللي انا عايزه، انا كده وصلت اللي انا عايزه. اه شير دوك كده مظبوط. في مشاكل كده؟ بص بقى يا سيدي عندك، بص بقى. ما يجيليش استهبل هو بيكتب الاسم بتاع اي ملف ويسيب لي انا كده. ما ينفعش الكلام ده. انت عندك السيستم بتاعك بيقول ايه؟ السيستم بيقول ان السلاش تحت منها مباشره. ما ينفعش تجيلي في نص وتسيب مسافه، ما ينفعش تجيلي في نص وتسيب مسافه، ولا تيجي ما بين اليوزر شير ده تسيب لي مسافه. يبقى خد الباث بيتكتب زي ما هو، الباث او الطريق اللي انتوا عشان توصل لفولدر او لفايل معين بيتكتب زي ما هو بالظبط. ما ينفعش كده في نص الاسم بمزاجك كده وتروح سايب لي مسافه، ماشي كده؟ بس ممكن تيجي في الاخر مسافات زي ما انت عايز، محدش هيقول لك. انما تجري في نص الكلام ودي مسافه هنا كده مثلا بالمنظر ده ما ينفعش، وتزود لي مسافه في النص كده ما ينفعش. لا انت كده انت بتلعب خلاص، يبقى ما ينفعش تسيب مسافه كام. طيب الا لو كان في الاخر طبعا يعني. طب كلام جميل. طب خد عندك بقى يا سيدي، قال لك اللينكس بتاعنا، اللينكس بتاعنا وخد القاعده دي احنا خدنا امبارح، بتقول لك everything is a file، ماشي كده؟ طيب قوي اتكلمنا اللينكس بيعامل الهارد ديسك بتاعك كفايل، كانت اول قاعده. تاني قاعده خدها النهارده، اللينكس بتاعنا هو كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف بالمنظر ده كده؟ يعني حضرتك يوزر شير دوك بالمنظر ده غير يوزر شير دوك بالمنظر ده، غير يوزر شير دوك بالمنظر ده، خلاص كده. اللينكس حساس للحروف، يعني السمول كابيتال ليترز بتعمل لف كبير جدا في الكلمه، ماشي؟ طيب مفيش واحد كده يكون فولدر او الديسك توب بتاعه اسمه كده، اسمه ديسك توب بالمنظر ده، يجي هو يقعد يقول لي ما فيش عندي فولدر ديسك توب، وتلاقيه هو في الاخر بيكتب ديسك بالمنظر ده كده. يا ابن الحلال افهم اللينكس كيس سنسيتيف، يعني ادينا فرق عن الدي كده، ماشي؟ كلام جميل قوي، كلام جميل. تعالى بقى، لحد دلوقتي حد عنده اي في اي حاجه؟ طيب بص كده، انا لما انا كل ده دلوقتي برضو وده كمان مش محتاجه بس كفايه قوي كده على الاثنين دول. طيب لما قلت لك كده اروح من السلاش ليوزر لشير لدوك، خلاص الطريق ده كله، ورحت من السلاش لهوم لعالي لديسكتوب، انا كنت ببدا من السلاش مرورا بكل نقطه بعد لحد ما اوصل للفايل او الدايركتري اللي انا محتاجهم، صح؟ صح. فانا كده كنت من الروت فايل سيستم لحد البوينت اللي انا محتاجها. جميل قوي. طب الطريقه دي بيسموها ايه؟ قال لك اللي انت فيها الطريق حضرتك وانت شغال بيها من السلاش لحد تفضل من مكان للتالت لحد ما توصل للنهايه اللي نزها، ده اسمه الابسوليوت باث، اليوت باث. معنى من الاخر بالعربي بالبلدي بتاعنا كده، ده معناها كده الفول باث، الطريق بالكامل. ليه بالكامل؟ لان حضرتك منين؟ حضرتك بدأت هنا من عديت على التشايلد بتاعه، التشايلد بتاعه ثم التشايلد الاخير انت محتاجه، فلما تعدي على البيرنت لكل تشايلد انت محتاجه ده اسمه الابسوليوت باث. الابسوليوت باث هو الطريقه اللي تاكسس فيها فايل او دايركتري ده من الروت فايل سيستم مرور كل نقطه هتوديك للمكان اللي انت عايزه، بس كده. يبقى عندك طريقه اولانيه اسمها الابسوليوت باث، ماشي كده؟ طيب هو انا ممكن اتنقل ما بين دايركتري تانيه؟ يعني تخيل مثلا، تخيل انا في مكاني هنا، انا دلوقتي في الفولدر اللي اسمه ديسكتوب ده، عايز بقدر انط ابقى في دوك ده، انا عايز اتنقل المكان اللي انا فيه. تعرف اصلا المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي؟ عشان تعرف المكان اللي حضرتك موجود فيه دلوقتي، تعالى بقى كده نفتح شيل ونبدا نشتغل. عشان حضرتك تعرف الفولدر اللي انت موجود فيه دلوقتي، في اسمه بي دبليو دي، بيعرض لك المكان اللي انت واقف. انت واقف دلوقتي في فولدر اسمه هوم ستودنت ديسكتوب، وعرض لك هنا عندك ابسوليوت باث.
عرض الباث كامل اهو قدام. طب جميل، طب هو انا انتقل من مكان لمكان تاني، قال لك انتقل من مكان لمكان تاني هتسمي كوماند اسمه سي دي. قال لك سي دي هيسك انتقل من مكان لمكان تاني. ازاي يا عم؟ قال لك انت دلوقتي واقف في قلب الديسك توب ده، صح؟ عايز تروح فين؟ عايز تروح للفولدر اللي اسمه دوك، يبقى اكتب له المكان سي دي وتسيب ما سلاش يوزر شير. في الحاله دي انت هتسيب اللي انت كنت واقف فيه دون هنا، انت كنت دلوقتي واقف في الفولدر اللي اسمه ديسكتوب، في الحاله دي هتتحول من التوب ده هتروح فين؟ الفولدر اللي اسمه دكتور. دكتور تعال نجرب كده، انا دلوقتي واقف في الفولدر هوم ستودنت ديسكتوب، ميل عايز اتنقل من مكان لمكان تاني سي دي سلاش يوزر شير دوك. بص كده لو عملت بي دبليو دي قال لك دي مكانك اتغير وانت بقيت في الفولدر ده، مكانك دلوقتي اتغير وبقيت في الفولدر، يبقى عشان اتنقل من مكان لمكان تاني هستخدم كوماند اسمه سي دي. ماشي كده؟ طيب جميل قوي، كلام جميل وزي الفل. طب سي دي معناه ايه يا معلم؟ تعالى بقى اللي احنا عملناه دون، تعالى كده تبقى سي دي. سي دي معناها change directory، معناها عايز اغير الدايركتوري اللي انا واقف فيها. طب انت اللي اسمه بي دبليو دي اللي احنا خدناه من شويه، بي دبليو دي معناها print work directory، الاخر اعرض لي الدايركتوري اللي انا شغال فيها دلوقتي. دي print working directory، اعرض لي ايه الدايركتوري اللي انا واقف فيها. ولما طلع لك كده يقول لك انت واقف في هوم ستودنت ديسكتوب ولا واقف في يوزر شير دوك ولا واقف فين بالظبط، يبقى سي عشان تنقل من دايركتوري لدايركتوري تاني. طيب كلام جميل قوي. طيب بص بقى يا عم، سي دي دلوقتي معاه سي دي واحنا كنا شغالين معاه دلوقتي، تعال كده نرجع لها بسرعه. سي دي وقلت له انا عايز اروح من يوزر شير دوك، عايز اروح لهير دوك وبقيت في يوزر شير دوك. طب ارجع لو عايز ارجع للستودنت ديسكتوب ممكن اقول له كده سي سلاش هوم ستودنت ديسكتوب. خلي بالك خلي بالك وانا بكتب ما نسيت الديسكتوب عندي الاسم بتاع الديسكتوب يبدا بكابيتال ليتر اسمه ديسكتوب وبقيت سمول، فما حدش يغلط في الحكايه دي، ما حدش يجي يقول لي سي دي سلاش هوم ستودنت ديسكتوب كده بقول لك ايه، هيقول لك نو ساتش فايل اور دايركتوري، لان احنا قلنا الكابيتال ليترز والسمول بتفرق معاك، فما حد انا باكد تاني اول مره المليون. طيب. كلام جميل قوي. طيب حضرتك دلوقتي فين؟ دلوقتي بقيت فين بقدره قادر؟ بقيت لو جيت تقول له كده بي دبليو دي قال لك انت في ستودنت ديسك توب كده على رسمة عندنا تاني، انت الوقت بهوم او هوم ستودنت شيل عليه ده خليها ستودنت يبقى انت ستودنت ديسك توب، انت في المكان ده دلوقتي. طب كلام جميل قوي. هو في طريقة تانية، انت قلت لي الطريقة الأولانية عشان من مكان لمكان تاني من السلاش لحد ما اوصل للديسك توب ده، طريقة اسمها الابسولوت باث. في طريقة قال لك اه في طريقة تانية، الطريقة تمشي ازاي يا عم؟ قال لك خد عندك يا معلم. الطريقة التانية قال لك مثل الدايركتوري اللي انت واقف فيها دلوقتي، الدايركتوري اللي انت واقف فيها دلوقتي هتمثلها واحدة، يبقى دوت واحدة معناها كرنت وركينج دايركتوري. ماشي كده؟ طيب البيرنت بتاعك قال لك مثله باتنين دوت، ده معناها البيرنت وركينج دايركتوري. ايه ده؟ تعالى كده على الرسمه كده نبص تاني، احنا قلنا ده كرنت وركينج دايركتوري. طب جميل، معنى كده لو حضرتك واقف في ديسك توب دلوقتي، ديسك توب بيمثل لك ايه؟ الديسك توب لك ايه؟ هيمثل لك حاجه اسمها دوت بس كده. طب ستودنت من في ديسك توب الفولدر اسمه ستودنت بالك ده البيرنت بتاعك، يبقى ده بالنسبه لك اتنين دوت دوت، خلينا نكتبها هناك عشان تبان اهو، يبقى ديسك توب وعايز تروح للستودنت هتقول دبل دوت. طب تعال نجرب كده، تعال نجرب. بص كده يا سيدي، انت دلوقتي في هوم ديسك توب، لو عايز تروح اللي اسمه ستودنت على طول هتقول له سي دي دبل دوت. لو جيت اقول له دبليو دي، بص دلوقتي انت بقيت فين؟ انت بقيت واقف في البيرنت مباشرة. تاني تاني بص يا سيدي، قلنا طريقة تانية عشان تتنقل ما بين الفايلز والدايركتورز، عايز طريقة تانية عشان تتنقل بين الفايلز والدايركتورز. الطريقة التانية قايمة
الطريقه الثانيه قايمه على ان انت هتمثل كل دايركتوري بسيمبل عندك. قال لك الكرنت وركينج دايركتوري همثل حاجه اسمها دوت عندي، ادي الدوت اهو، والبيرنت بتاعي همثل لي دوت. طيب انا واقف في ديسك توب دلوقتي، الفولدر ديسك توب ده بيمثل لي سنجل دوت واحده بس. طب البيرنت لو عايز اطلع له هقول له سي دي دبل، خلاص. طيب انا دلوقتي فين؟ انا دلوقتي واقف هوم ستودنت، لو عايز اطلع لهوم هقول له سي دي دبل دوت مره ثانيه. لو جيت اقول له بي دبليو دي قال لي انت مين؟ هوم المره دي. طب لو قلت له سي دي دوت مره ثالثه، جيت بي دبليو دي قال لي انت بقيت واقف في السلاش، خلاص. على دي بقى حضرتك لو عندك 50 دي وعايز تطلع للبيرنت مش فارقه معايا، كمل 50 دوت. طب تعالى كده نرجع تاني، سي دي سلاش هوم ستودنت ديسكتوب. انا عايز اطلع للسلاش، عايز اطلع للسلاش يعني انا واقف دلوقتي كده، انا واقف دلوقتي في المكان ده، ده المحل بتاعي، خلاص ده المكان. عايز اطلع للسلاش في خطوه واحده، عايز اطلع في السلاش هنا ابقى موجود في خطوه واحده في المنظر ده كده هنا. هعملها ازاي؟ قال لك سهله قوي يا معلم، سهله قوي. سي دي انا هتعملها اعرف انت واقف فين دلوقتي. قال لي انت في سلاش، في سلاش هو ستودنت ديسكتوب. انت عايز كام خطوه كده؟ عايز تطلع للبيرنت والبيرنت كمان مره وبعد كده سلاش، يبقى قلت له كده سي دي دبل دوت سلاش الاثنين دوت، معناها انت بقيت فين؟ بقيت ستودنت دلوقتي. انت كانت نقلت من دوب من فولدر اسمه ديسكتوب مكانك الحالي، بقيت في ستودنت. طب عايز تروح لهوم، ادي هوم اهو، تقول له اثنين دوت كانت بقيت واقف في هوم. طب عايز تطلع من هوم للبيرنت بتاعك اللي هو السلاش، اطلع البيرنت بتاعك كمان دبل دوت. لو جيت اقول له بي ده بص كده انت بقيت فين دلوقتي؟ كده حضرتك بقيت موجود فين؟ في فايل سيستم. يبقى انت طلعت من ديسك توب بقيت في ستودنت، من ستودنت الهوم وبعد كده من هوم للسلاش. يبقى كده لو جيت على الرسم اول خطوه خدتها هنا طلعتك هنا، تاني خطوه خدتك من ستودنت طلعتك لهوم، تالت خطوه طلعوك لمين على طول؟ للسلاش، خلاص. الناس تركز شويه يا جماعه، الناس تركز تاني. انا كان ده عايز اطلع للبيرنت بتاعي، خلاص. انت عايز تتحرك من ديسك توب تروح لل، اعمل اتنين دوت، ادي اتنين بقيت في الستودنت، كمان اتنين بقيت في الهوم، كمان اتنين بقيت فين؟ في السلاش بتاعي، خلاص؟ ماشي كده؟ طيب افترض ان انا دلوقتي هخش في فولدر اسمه فونتس ده، تعالى اخش في فولدر اسمه فونتس ده كده واجرب، تعالى كده ممكن اقول له سي دي سلاش شير فونتس. انا عايز دلوقتي بي دبليو دي، انا في يوزر شير فونت مفيش مشاكل، عايز اطلع لشير سي دي دبل دوت كده، انا في شير ماشي كده. عايز اتنقل من شير ليوزر اهو دبل دوت. طب عايز اتنقل من يوزر للسلاش هقول دوت كمان اهو. لو جيت دبليو دي قال لي انت بقيت دلوقتي سلاش، او عم تانية خالص تقول له سي دي لسلاش على طول، ايه المشكله يعني؟ انت كده عندك طريقه. طب احنا خدنا الطريقه الاولانيه، الطريقه الاولانيه كان اسمها الابسوليوت باث، الابسوليوت باث. الطريقه الثانيه حضرتك الطريقه اسمها الريلاتيف باث. الباث معناها هات من مكان او هتتنقل موف من مكان لمكان تاني مستخدما المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي، مستخدما الباث فيه دلوقتي، خلاص. باث معتمد على المكان اللي انت واقف فيه، ماشي كده. طيب المثال اللي احنا كنا فيه، لو احنا دلوقتي لو انا المكان بتاعي، لو افترضت ان المكان بتاعي دلوقتي هو سلاش يوزر شير دوك، خلاص ده المكان بتاعي دلوقتي. عايز اروح لسلاش هوم ديسكتوب، يبقى كان في عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه كنت هتقول له سي دي سلاش هوم ستودنت، والطريقه دي اسمها الابسوليوت باث. الطريقه الثانيه قال له سي انت دلوقتي في دوك، صح؟ انت دلوقتي في دوك، سي دي دبل دوت سلاش دبل دوت سلاش دبل دوت، بقيت في الروت فايل سيستم سلاش دبل. بس كده اول اتنين دوت دول خلوك اتنقلت من دوك بقيت في شير، تاني اتنين دوت، تاني اتنين دوت دول اتنقلت من شير بقيت في يوزر،
اتنين دوت خلوك اتنقلت من شوزر بقيت فين؟ في السلاش هوم تحتها على طول، ادي هوم تحتها على طول، بس خلاص انت مش كده؟ طب لو كنت اروح هتكمل الباس بتاعك يبقى ستودنت ديسكتوب خلاص، يبقى اتنين دول متكافئين، الاتنين دول كده حضرتك، الاتنين دول بيساووا بعض. ده لو انت كان ده لو الباث بتاعك ده، الباث بتاعك دلوقتي بيساوي لو انت كنت في المكان ده وعايز تروح المكان ده، الاتنين دول بعض بس خلاص. صعب دي، صعب الحكاية. حد عنده اي مشكلة؟ عندك طريقتين، هتقول لي مين فيهم؟ هقول لحضرتك براحتك خالص. عندك ممكن تستخدم الابسولوت باث وتستخدم الريلاتيف باث، ممكن تستخدم الابسولوت باث، ممكن تستخدم الريلاتيف باث حسب احتياج حضرتك انت. طيب كلام جميل قوي زي الفل، مفيش مشكله. طيب اخر حاجه بس عايز اقولها، اسم موضوع الابسولوت والريلاتيف باث ده، الاثنين كل واحد دام هنتكلم عليهم دلوقتي حالي. بس لو حضرتك خدت الشكل ده كده، وقول هو اللي عاجبني، الشكل ده هو اللي عاجبني اهو، الشكلتك يكافئ هو كمان الشكل ده، الاثنين دول دوت سلاش بالمنظر ده كده. ايه ده ايه الدوت الاولانيه دي؟ الدوت الاولانيه معناها الكرنت وركينج تري. انت عارف دي معناها ايه؟ عارف اللي انا عملته ده معناه ايه؟ بص كده، الدوت الاولانيه معناها الكرنت وركينج تري. عارف لما اقول لك روح الاوضه اللي جنبي، ممكن اقولها لك بطريقتين، ممكن اقول من الصاله اللي انت فيها روح الاوضه اللي جنبي، او ممكن اقول لك مباشره الاوضه اللي جنبي، بس خلاص الموضوع انتهى 2-1. يعني ايه الفرق لما اقول لك اتنقل من الصاله روح الاوضه اللي جنبي وانت في الصاله، انت اصلا في الصاله، وقلت اتنقل من الصاله روح الاوضه اللي جنبي، ما هيها لو قلت له روح الاوضه اللي جنبه خلاص، هي بس مجرد زياده. طب هتقول لي حضرتك ملهاش لازمه، هي دلوقتي انت شايف ان هي ملهاش لازمه، بس لازم تعرفها حضرتك. دماغ كمان شويه كده في الشيل سكريبتنج هتستخدم الدوت طول، فعشان تعرفها الدوت الاولانيه دي معناها من الفولدر اللي انا واقف فيه اطلع للبيرنت، هيها لما اقول لك اطلع للبيرنت ما على طول، يعني هنا كده قلت له بيرنت ثم البيرنت ثم البيرنت مرورا بهوم ستودنت ديسكتوب، هو لما اقول لك المكان اللي انت فيه اطلع للبيرنت ثم البيرنت مرورا بهوم ستودنت ديسكتوب، الاثنين واحد. حد عنده مشكله كده؟ حد عنده مشاكل؟ كلام جميل. تعال بقى كده ناخد شويه تيبس وتريكس مع سي دي دي، لكن تيبس وتريكس مع سي دي دي، التيبس وتريكس اللي موجوده عندي بص كده، لو جيت اقول له كده تعالى اعمل فيو كده فول، لو حضرتك دلوقتي قلت له سي دي سلاش هوم انا كده بقيت واقف في بتاعي، لو جيت اقول له بي دبليو دي اللي انت في هوم ستودنت ديسك توب، جيت بعت له سي دي سلاش يوزر شير خلاص، حضرتك حبيت حضرتك ارجع للمكان ده مره ثانيه، انت دلوقتي مكانك الجديد ده، مكانك ده المكان القديم، المكان الجديد خلاص، ده المكان القديم اهو كان في فول ديسكتوب، ومكانك الجديد بقى في سلاش يوزر شير، عايز ترجع لهوم ديسكتوب مره ثانيه، كنت ممكن دي دي سلاش هوم ديسكتوب كده، في طريقه ثانيه اسهل، ممكن تقول له سي دي سلاش على طول، لو جيت تقول له بي دبليو رجعك لللاست وركينج دايركتري، يبقى عندك في عندك كده في عند حضرتك سي دي داش كده معناها سي دي سلاش سي دي داش اسف سي دي داش معناها لاست وركينج، او خلاص بلاش لاست بريفيوس وركينج دايركتوري، اخر دايركتوري انت كنت شغال فيها الدايركتوري الحاليه، يعني في المثال ده كنت فين؟ انت كنت في ديسك توب، بعد كده رحت نطيت يوزر شير دوك، عايز ترجع لديسك توب تاني، بدل ما تقول له سي دي سلاش هوم ديسك توب كنت تقول له سي دي داش، سي دي داش على طول هتوديك لمكان انت كنت شغال فيه قبل الحالي. مفهومه؟ شكل؟ طيب خد التريكس، خد التبس اند تريكس الثانية دي. طيب حضرتك دلوقتي جيت قفلت السيشن دي خالص كده، قفلت الشيل ورحت جاي فاتح الشيل مرة وجديد هنا،
الهوم بتاعك قلت له كده سي دي الهوم بتاع حضرتك سي دي سلاش هوم ستودنت. كلام جميل قوي كده. قلت له سي دي سلاش يوزر هير دوك. جيت بعد كده قلت له يوزر دوك. طب كلام جميل. ترجع للهوم بتاعك مره واحده. عايز ترجع للهوم دايركت، عايز ترجع للهوم دايركتري بتاعك، هتقول له كده سي دي بس. سي دي بس هيوديك هوم دايركتري بتاعتك. سي دي هيوديك للهوم دايركتري بتاعتك. لو جيت تقول له بي دبليو دي، بص كده مكانك، مكانك رجع بي دبليو دي، مكانك رجع سلاش هوم ستودنت. ماشي كده؟ يبقى سي دي لوحدها توديك للهوم، للهوم ده. طب لو انت كنت في سلاش تمب مثلا، عايز ترجع للهوم بتاعك تاني، سي اهو. جيت اقول له بي دبليو دي ركاني الهوم ستودنت. خلاص انت عندك هنا كده وحدها ليك للهوم بتاعك. خلاص كده؟ طيب سي دي كده لوحدها هتكافئ، هتكافئ سي دي تلدا. سي دي وجنبها تلدا الاثنين. يعني لو حضرتك هنا كنت برضه في سي دي فار مثلا دلوقتي حضرتك وحبيت تروح للهوم، ممكن تستخدم صاديه كده من غير اي حاجه او سي دي تلدا الاثنين واحد. لو بي دبليو دي خلاص مفيش مشاكل. يبقى سي دي تلدا سي دي بعد كده مسافه بعد كده تلدا ايك للهوم دايركتري بتاعتك. شكل كده مش فاهم السطر الثاني اللي في دوك. فين اللي في دوك ده؟ فين ده؟ ده السطر ده يا معلم ولا ايه؟ الراجل ده راح فين؟ طيب لحد ما ربنا يكرمه لانه تقريبا نام شغلنا يعني. طيب كلام عندك كده اكتر من تريك. طيب تعالى كده انا كده من مكان لمكان تاني. طيب جميل قوي. طب حضرتك كده، حضرتك كده لما فتعالى نعمل ايه؟ انا عايز اروح دايركتوري بتاع يوزر تاني موجود. طيب خلينا انا كده اعمل لوجن كروت، خلينا لكن كروت. تعالى كده هنا الت 2 انا هنا عامل لوجن كروت عندي هنا. لو انت عايز تتنقل لو للهوم دايركتوري بتاع اي يوزر تاني، لو حضرتك عايز دلوقتي تتنقل لاي هوم دايركتوري يوزر تاني كده تعمل الحركه دي سي دي وهتقول له تلدا. لو قلت له سي دي تلدا هيوديك الدايركتوري بتاعتك. طب لو قلت له سي دي تلدا ستودنت، بص كده هيوديك للهوم دايركتوري بتاع اسمه ستودنت دون، هيوديك الدايركتوري بتاع اليوزر اللي اسمه ستودنت دون. خلاص تاني. طب لو عايز اروح للهوم دايركتوري بتاع اللي اسمه روت وانا ما اعرفش هي اصلا، بدل ما اقعد اكتبها كامله كنت اقول له كده سي دي تلدا روت. ده معناه عايز اروح للهوم دايركتوري بتاع تاني بتاع حد تاني. سي دي ده علي هيوديك الهوم دايركتوري بتاع علي. سي دي تلدا بتاع حسن هيوديك الراجل اللي اسمه الهوم دايركتوري بتاع الراجل اللي اسمه حسن. يبقى حضرتك عندك هنا كده لو جيت هنا كده سي دي تلدا واسم اليوزر هيوديه للهوم دايركتوري بتاع اليوزر. ماشي كده؟ في مشاكل كده يا شباب؟ حد عنده مشاكل؟ لا هي نفسها الهوم ده اليوزر ده. يعني انا عايز اقول له روح الهوم دايركتوري بتاع اسمه علي، بدل ما اقول له سي دي سلاش لي كنا اقول له سي دي تلدا علي، هي برضه هي نفسها سي دي سلاش هوم علي. هي. خلاص كده؟ ماشي؟ تعالى بقى كده يا معلم، بس عايز اقول حاجه، يا ريت يا ريت الناس اللي عارفه لينكس ما تسبقش معانا. خلاص الناس اللي عارفه ومسبقه ومش عايزه تحضر خلاص خير وبركه، بس الناس اللي مسبقه ما تقعدش تلخبط في الناس اللي لسه اول مره ليهم لينكس كده. الناس اللي مسبقه يا ريت بلاش حد عشان ما يلخبطوش بقيه الناس. عارف والله انا بعمل ايه كويس جدا. طيب دلوقتي انا بدات اتنقل بين السيستم الملفات وبعضها، انا كده عمال اتنقل ما بين الملفات وبعضها. طيب كلامي دلوقتي حضرتك عايز اتنقل اليوزرز وبعض،
انا قلت في عندي يوزرز صح، انا كانت نقلت بين، ما في حاجه جميله جدا عايز اتنقل بين اليوزرز بعض. لو عايز اتنقل من والتاني هقول له سويتش يوزر سبيس، وبعد كده تسيب مسافه، وبعد كده اسم اليوزر. لو عايز تتنقل احمد هتقول له اس يو كده احمد كده، معناه عايز سويتش يوزر اتنقل اسم ستودنت اتنقل ابقى يوزر، ماشي كده؟ طيب تعالى كده نجرب، اقول له كده اس يو وابقى روت، كده اس يو روت، اسالني على الباسورد بتاع الروت، هقول له ادي الباسورد اهي. انا كده اتحولت مباشره لايه؟ لروت. خلاص يبقى اس يو بعد كده اسم اليوزر هتنقل من اليوزر اللي انا انا كنت عامل لوجن كستودنت بعد كده روت. طيب كان قوي، لو عايز اتنقل من روت لاي عادي هقول له اس يو برضو واسم اليوزر اهو كده، انا بقيت ايه؟ قلت من روت بقيت يوزر تاني عادي خالص، ماشي كده؟ ماشي. طيب خد النهارده بس كده زي يوزر تاني، يعني تعالى كده بمناسبه انت كنت ستودنت كده بقت روت، بعد كده من روت بقت ستودنت تاني. لو انت قفلت السيشن دي عشان تقفل الشيل بتاعك ممكن تقول له كده اكزيت، اكزيت هيقفل لك الشيل ده، بو حصل هترجع روت مره تانية. لما تسويتش من يوزر ليوزر تاني بتفتح سيشن جديده وبتديها مفتوحه، خلي بالك كنت ستودنت وبقيت روت تفضل السيشن بتاع الستودنت دي مفتوحه، السيشن بتاع الروت بتتفتح فوقيها. لو انت من بقيت روت مره تانية بقيت مره ثالثه خلاص السيشن بتاع الروت هتفضل مفتوح، لو جيت قفلت اي سيشن بتيجي اللي تحتها على طول تظهر لك. طيب لو انت جيت عملت من الروت هترجع ايه؟ ستودنت مره ثانيه. يبقى لو انت جيت تحت كده وقلت له روت كان انت بقيت روت. طب لو عايز يوزر، لو عايز تضيف يوزر كده يوزر اد علي، انت ضفت يوزر تاني، هقفل السيشن خالص اهو اهو من البدايه. انا دلوقتي جيت فتحت يوزر سيشن جديده كيوزر اسمي انا دلوقتي يوزر اسمي ستودنت اهو خلاص. لو عايز اتنقل او اتحول لاي يوزر تاني، لو عايز مثلا او احمد او محمدين هقول سي يو بعد كده اس بعد كده هايفن او داش سبيس ثانيه واسم اليوزر مثلا، انا كده بقيت روت. قالك عن باسورد الروت ابات كده بتتحول من ستودنت لروت مع بقاء السيشن بتاع ستودنت الاوليه دي السيشن الاصليه زي ما السيشن الاصليه بتاع ستودنت الاوليه، وفتحت سيشن جديده باسم ثاني اسمه روت. طب لو اتحولت بقيت علي ولا احمد اللي احنا عملناه ده، بص كده اتحولت من روت لعلي فتحت سيشن جديده اسمها علي. خلاص تعرف والله ازاي كمان شويه، استنى بس على رزقك، استنى على رزقك. طيب لو انت جيت قفلت السيشن بتاعت علي مره تانية للسيشن بتاع الروت اللي هو الراجل اللي كان عامل لوجن قبلك، طب لو جيت قفلت السيشن بتاع الروت هترجع تبقى ستودنت مره تانية، مفهومه الحته دي؟ مفهوم؟ في مشكله؟ طيب كلام جميل قوي زي الفل مفيش مشاكل. طيب بص بقى يا معلم، لو انت يوزر عادي خلي بالك من الحل، يوزر عادي وعايز تنقل روت هتقول له اس يو سبيس روت كده. لو عادي وحبيت تتنقل روت لازم هيسالك عن الباسورد بتاع الروت. لو يوزر عادي وعايز تتنقل كروت هيسالك عن الباسورد بتاع الروت. ليه؟ لان حضرتك ان حضرتك اتنقلت من يوزر معهوش صلاحيات او صلاحياته عايز تبقى صلاحياتك اعلى، فهيسالك عن الباسورد بتاع الراجل صلاحياته اول. خلاص؟ طب لو حضرتك بقى كنت المرات او كنت ادمن وعايز تبقى يوزر قلت له اس يو علي، لو انت صلاحياتك اعلى وعايز تقل في الصلاحيات خلاص؟ لو صح وهتقل في الصلاحيات هيسالك عن باسورد، لو صلاحياتك اقل لو صلاحياتك اقل وعايز تاخد اعلى هيسالك عن الباسورد. ماشي؟ ماشي جميل. تعالى كده اقفل السيشن مره تانية. كلام جميل قوي. بص بقى يا سيدي حته كمان عندك، لو انت يوزر عادي وعايز تتنقل روت قول له اس يو روت كده بالمنظر ده، سي يو كده بس من غير اي حاجه، ده معناها ان حضرتك عايز تنقل روت يعني اس يو كده بداش لوحدها هي نفسها تعادل اس، يبقى دي كده واس يو روت دي الاثنين عادلين، الاثنين دول بيساووا بعض. خلاص يبقى عندك كده اس يو كده تعادل يو كده واس يو
الاسم اليوزر هيخليك تبقى اسم اليوزر ده. لو انا بقى دلوقتي عايز اغير باسورد اي يوزر، لو انا عايز باسورد اي يوزر مثلا باسورد الراجل اسمه ستودنت دوت، هقول له باسورد ستودنت كده. ما انت عايز تغير باسورد ستودنت دوت، بما حضرتك لا عامل لوجين كروت. بس ما ينفعش يوزر عادي، ما ينفعش يوزر يعمل، او ما ينفعش يوزر غير باسورد الروت. خلاص قلت له كده اس باسورد ستودنت، وادي باسورد ستودنت اهي، هدخلها مره ثانيه. ثاني هي تحذير، وقال الباسورد دي صغيره قوي، ماشي كده. كلام جميل قوي، كلام جميل. يبقى باسورد اي حد. طب لو عايز تغير باسورد لنفسك تقول له كده باسورد بس، باسورد بس، هتغير باسورد لنفسك اهي. خلاص يبقى لو انت كده هتستخدم باسورد كده هتغير لنفسك بس باسورد واسم اي يوزر، هتغير الباسورد بتاع اليوزر ده. خلاص يبقى باسورد لوحدها هتغير الباسورد بتاعت نفسك ايا كان اللي عامل بيه. يعني لو انت احمد وقلت له باسورد، هتحاول تغير الباسورد بتاعتك يا عم احمد. لو انت عامل روت وقلت له باسورد، الباسورد بتاعتك يا عم يعمل لوجن اسمك روت انت. طب لو انت عملت باسورد، لو انت روت وعملت باسورد محمد، يبقى انت عايز تغير باسورد محمد. باسورد علي، يبقى انت تغير باسورد اسمه علي. بس كده ادي كل الحكايه، ماشي كده. طيب كده انا عايز اعمل اكزيت من السيشن كده. عايز تعرف مين اللي عامل لوجن؟ عندك كوماند اسمه دبليو، عندك لوجن اسمه، او عندك كوماند دبليو هيقول لك مين اللي عامل لوجن لوجن منين. خلاص عندك كوماند اسمه دبليو بس كده، هيقول لحضرتك مين اللي عامل لوجن ولوجن منين. صعبه الحكايه دي؟ حد عنده مشاكل كده؟ ازاي الصوت راح؟ الصوت عندي شغال، الصوت والله شغال يا شباب. الناس سامعة شباب؟ طيب تاني انا عايز تاني اعرف مين لوجن وعامل لوجن من انهي سيشن. عندي كوم دبليو بس كده هيقول لي مين اللي عامل لوجن منين. فانت عندك اهو اليوزر الاول ستيم بقى له اب قد ايه. ستيم ده بقى له اب دلوقتي بقى له حوالي يوم و48 دقيقه و4 ثانيه. خلاص طيب بعد كده عندك ستة يوزرز عاملين لوجن. لود افريج على المكنه قد ايه؟ لسه هناخد الكلام ده بتفصيل ممل. عندك اليوزر ده مين اللي عامل تي تي واي، عامل لوجن من اني تي تي واي ومن فروم كذا كذا كذا. لو عامل فروم من مكنه ثانيه، عامل اس عامل تيل نت، هتلاقي الاي بي بتاعك عامل لوجن، او هتلاقي ظهر هنا لوجن ات. الراجل ده عمل لوجن امتى قد ايه؟ خلاص والاستهلاك بتاعه من السي بي يو قد ايه، ووات، وبيشغل ايه دلوقتي. الراجل دخل كوماند اسمه دبليو دلوقتي، والراجل ده مش عارف اسمه كذا دلوقتي، وده مش عارف، ماشي كده. يبقى عايز تعرف مين اللي عامل لوجن وعامل لوجن منين. عندك كوماند اسمه. خلاص حد عنده مشكله كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب طرائف من الطرائف، الصوت بيروح النهارده كتير لسبب واحد، ان في 701 جيست عايزين يخشوا نفس السيشن. خلاص في 701 بني ادم عايزين يخشوا نفس السيشن في نفس الوقت. لو حد شايف اهو 701 جيست، سمحت للناس دي هيعملوا فلات للسلونة يعني. ف 700 شخص معانا في نفس الوقت، ده حاجه كده جدا جدا يعني. ما اعرفش انتوا بتسالوا، انا المفروض اللي اسال ازاي الكلام ده ومين دول، وعرفوا ازاي اصلا ان في كورس لينكس دول. خلاص فاحنا نوقف دلوقتي عشان ناخد بريك 10 دقايق، لان مستوى بدا يروح، ماشي كده. الكونكشن الاولانيه، اول حاجه عندك يا سيدي، لو انت كيوزر اسمه ستودنت وعايز تتحس سويتش تبقى روت، هتقول له اس يو مسافه كده هايفن او داش، بعد كده اسم اليوزر اللي عايز تعمل له لوجن روت. كده انت عايز تبقى روت يوزر. خلاص لو انت يوزر عندك صلاحيات اقل، انت وعايز تبقى يوزر عندك صلاحيات تبقى روت، اكيد هيطلب منك باسورد.
اكيد هيطلب منك باسورد، فانت هتدخل له الباسورد، عملت لوجين كروت. انما لو انت اصلا تروت خلاص كده بقيت يوزر عادي كروت وحبيت تبقى مثلا علي، كده مش هيطلب منك باسورد، لانك في الحاله دي كنت معاك صلاحيات اعلى، وفي الحاله دي انت صلاحيات اقل. ماشي كده؟ ماشي. يبقى لو انت معاك صلاحيات اعلى تبقى بصلاحيات اقل، طلبت صلاحيات مش هيطلب منك حاجه، مش هيطلب منك اي باسورد. اما لو صلاحياتك اقل وعايز تبقى صلاحيات اعلى بعد يطلب منك باسورد. طيب اس يو هايفن بعد كده رود، هي نفسها تعادل اس ده لوحدها كده، انك عايز تبقى رود بالظبط، ادي ودي الاثنين واحد، الاثنين واحد مش اي مشكله. يبقى اس يو روت واس يو كده، دي كده اثنين متساويين، اثنين متكافئين كده. طيب لو انت جيت عملت السيشن هترجع علي تاني، لو انت جيت عملت اكزيت من علي هترجع رو كان قبلها، لو انت جيت عملت اكزيت من رو هترجع السيشن اللي هو كان في الاصل معاك خالص. يبقى كل سيشن بتفتحها بتترك او بتشتغل فوق بتاعها، او من الاخر يعني باللغه بتاع الاي تي بتاعتنا بيحل لك سب شيل من الشيل اللي انت فيه، يعني الشيل الاصلي بتاع راجل اسمه ستودنت، لما تسي وتبقى روت بتاخد سب شيل منه تبقى روت. جيت بعد كده عملت فتحت سب شيل عالي بتاخد سب شيل من السب شيل اللي اسمه روت تبقى عالي. يبقى الموضوع بالنسبه لك كالاتي، الموضوع بالنسبه لك ماشي. تعالى كده لو بصينا للشيل كده هتلاقي ان حضرتك بكل بساطه بقيت عامل كده. انت دلوقتي اول حاجه عندك كنت عامل لوجن كايه؟ كاستيو، بعد كده رحت جاي متحول بقيت روت، بعد كده بقيت علي خلاص. حضرتك جيت عملت ديستروي للسيشن دي، لو جيت مسحت السيشن دي كده بتاعت الراجل اسمه وين، شكرا قلت له يا عم اسمك علي دون، قفلت كده. هتبقى فين في سيشن دلوقتي؟ هتبقى في سيشن اللي اسمها روت خلاص، هتبقى تاني. جيت مسحت بتاع الروت دي كده حضرتك حاول تبقى ايه مره تانيه؟ هتبقى ستيودنت. جيت قفلت ستيودنت خالص بقى كده، كده ايه اللي حصل له؟ مع السلامه، انتهى كده الشل كله، انتهى بقى خلاص فاضي مفيش اي حاجه فيه كده. يبقى الموضوع كل اللي انت بتعمله بتفتح سيشن من السيشن اللي انت موجود فيها. حد عنده مشاكل في اللي انا قلته ده؟ حد عنده اي مشاكل في اللي انا قلته ده؟ طيب كلام جميل. دلوقتي اغير الباسورد بقى، تعال نرجع بقى تاني كده لموضوعنا. انا عايز اغير الباسورد ده، لو انت يوزر عادي وعايز تغير الباسورد بتاعت نفسك هتقول له باسورد بس كده، شكرا كده. معناه انت عايز تغير الباسورد بتاع نفسك يا اللي اسمك ستودنت، ستودنت انت ماشي كده. طيب باسورد كده هيبدا انك الباسورد بتاعتك، خلي بالك لو انت عادي وجيت تختار باسورد هيحط لك شويه ريستريكس في الباسورد دي. تاني لو حضرتك يوزر وجيت تغير الباسورد بتاعتك هيحط لك شويه ريستريكشنز الباسورد دي ماشي كده. زي ايه؟ زي ان الباسورد بتاعتك مثلا ما تقل من 8 كاركتر، ما ينفعش الباسورد بتاعتك تكون اقل من 8 كاركتر خلاص. طيب ما ينفعش الباسورد بتاعتك تكون نفس اليوزر نيم بتاعك. طب الطبيعي اصلا ايه؟ الطبيعي حضرتك لما حضرتك تيجي تعمل اي باسورد لازم تكون الباسورد دي قويه شويه، يعني سمول كاركترز، كابيتال كاركترز خلاص، ارقام فيها سبيشال كاركترز ماشي كده. طيب حد عنده مشاكل كده يا جدعان؟ عشان عندي شغاله والله مش مهنجه ولا حاجه. يبقى حضرتك لما جيت تفتح سيشن بتفتح. طيب تعالى كده بقى نعمل ايه؟ غير الباسورد. لو قلت له كده باسورد ستودنت هيقول لك اون وود كان سبيسيفاي ا يوزر نيم. يبقى حضرتك بما ان انت بحضرتك عامل لوجن كستودنت فانت معاك حياط، ما ينفعش تغير لاي يوزر تاني ايا، فقط هو الروت اسمح له يغير باسورد لنفسه او لاي يوزر تاني خلاص كده ماشي. طيب يبقى لو انت يوزر عادي فانت ممكن تعمل باسورد كده، معناها انا عايز اغير باسورد لنفسي، هيسالك على الباسورد الحاليه وبعد كده هيطلب منك باسورد قويه شويه، عمره ما هيسمح لك بباسورد تكون ضعيفه. يعني انا اقول له باسورد المنظر ده كده،
بص ايه اللي حصل، باسورد سبيس اون يوزر نيم. يبقى حضرتك لما تيجي تدخل باسورد تحاول دايما تختار باسورد اكتر من 8 كاركتر، ما تكونش اقل من 3 حروف من 8 حروف اسف، وما تكونش كبيره قوي، يعني ما تجيبش باسورد 50 كاركتر، يعني ما ينفعش. يعني ممكن تمشي معاك تشتغل، بس انت هتبهدل الادمنستريتور بتاعك، هتقعد كل يوم تنسى وترجع له، والنبي يا عم غير الباسورد. خلي باسوردك دايما كويسه، مثلا خليها كاركتر حلو قوي، يكون فيها سمول كاركتر كابيتال كاركتر وفيها سبيشال كاركترز، ماشي كده؟ طيب كلام جميل قوي زي الفل. طيب لو انا بقى عملت كده وبقيت روت، عملت لوجن اهو، ممكن اقول له كده ليا كروت هتشتغل باسورد لاي يوزر تاني هذا اهو، ماشي كده؟ طيب يبقى دايما افتكر لما انت تكون يوزر عادي اختار لنفسك كون باسورد، والا عمره ما هيقبلها منك لو انت بتغيرها. طب لو انت روت ممكن تعمل اي باسورد انت لاي حد، ما حدش هيقول لك لا كده. طيب كلام جميل. انا بقى عشان نغير الموضوع ده، حاجه عشان نغير الموضوع ده، لو انا جيت كده عملت اكزيت من السيشن دي، لو انا جيت عملت كده اس وانت نسيت الداش، لو نسيت الداش خلاص عملت اس وحدها كده، المفروض لو انت عملت كده كان هيخليك تعمل لوجن كروت. بحضرتك جيت في المره كده رحت ناسي الداش اللي موجوده، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انه هيطلب منك باسورد بتاع الروت عادي وهتدخل، بس المره دي هيفضل مكان في نفس المكان اللي انت كنت فيه، بمعنى الانفيرومنتال فاريبل بتاعك اللي ناخدها كمان ان شاء الله قدام بيفضل زي، خدها النهارده بس لعلم، بس الحاجه اللي انت تعرفها ان لو انت عملت اس يو من غير هايفن او من غير داش هيخليك واقف في نفس المكان اللي انت كنت فيه لحد ما تاخد الانفيرومنتال فاريبلز وتفهم. مش فاهم؟ تعالى تاني بص كده، انا عملت اس يو داش، بص ايه اللي حصل، انت اتنقلت للسلاش روت خلاص. بص لو انت بقى جيت عملت اس يو ده من غير داش كده، انت موجود فين دلوقتي؟ انت في هوم ستيو. لو جيت عملت اس يو من غير داش وجيت دبليو دي فضلت في المكان اللي انت كنت فيه، اس يو داش بينقلك للمكان الجديد، اس يو داش بينقلك للديكتري بتاعتك، اس يو من غير داش بيسيب المكان اللي انت كنت فيه. خدها كده لحد اللي انت عرفته لحد دلوقتي، ماشي كده؟ حد معاه كده لحد دلوقتي؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب اكمل يعني؟ ايوه، عشان تغير باسورد اي يوزر تاني تكون روت. طيب كلام جميل قوي، ماشي. عشان يوزر تاني كنت اقول له كده اد يوزر مصطفى اهو، كده هتضيف يوزر جديد خلاص، ده صلاحه عاديه جدا على نفسه، بس اي سلطه على نفسه خلاص. عشان تحط له باسورد الراجل ده باسورد، ماشي كده؟ يوزر اد هيضيف لك يوزر جديد، ماشي كده؟ شكرا. حد عنده اي مشكله دلوقتي؟ فين ما سالنيش على الباتي اهو، على الباسورد اهي، امال ده ايه؟ يا جدعان قلنا ما حدش يسب، ما حدش يسب، تعال بقى الموضوع ده كده. يبقى انا كده عرفت ازاي اسويتش بين يوزر ويوزر، ازاي الباسورد بتاع اليوزر، ازاي افتح شيل جديد خلاص من جنوم تيرمينال، ازاي بين تي تي وايز وبعضها قوي زي الفل، ده كلام ممتاز. طيب احنا خدنا بقى يا معلم، نرجع للفايل سيستم هيريك ستاندرد اللي كان عندنا، الفايل سيستم هيريك ستاندرد اللي كان عندنا، حد لسه فاكره؟ السلاش تحت منها حاجات كده بالمنظر ده، وقلنا اتنقل، قلنا اتنقل كان لمكان تاني، سلاش تحت منه هوم تحت منه، عن طريق الكوماند اللي كان اسمه سي دي صح؟ وخد بس انتريكس مع سي دي. تعالوا بقى كده نكمل الموضوع ده، تعالوا بقى كده نكمل، تعالوا بقى كده ناخد شويه شويه كوماند سهل قوي قوي قوي. عندي كوماند سهل، الكالندر بتاع الشهر اللي انت فيه بتاع السنه اللي انت فيها باي ديفولت، يبقى كال بعرض لك او النتيجه، كال ده بعرض لك ان بتاع الشهر اللي انت فيه بتاع السنه اللي فيها. لو عايز تعرض كال بعد سنه معينه مثلا سنه 88 كده هيعرض لك الكالندر النتيجه بتاعت سنه 88 اهو، ماشي كده؟ مولود يوم اربع كمان بالمره. طيب كلام جميل. لو عايز تعرض
النتيجة بتاعت شهر معين بتاعت سنة معينة، هتلاقيه كال مثلا 11 2000 او 2011 كده. عايز بقول له من الاخر اعرض شهر 11 او شهر سنة 2011، اعرض النتيجة بتاعته اهو. طب لو عايز اعرض بتاعت سنة 2012 من شهر 2 2013 كده اهو، ماشي كده؟ حد عنده مشاكل كده يا شباب؟ يبقى اول كوماند انت عندك خدته اسال كالندر. طيب عن كوماند تاني اسمه ديت، دي هيعرض لك التاريخ بتاع النهارده. ايه اللي لا؟ ايه المشكله في الكوماند ده؟ طيب جميل، عندك كومنت تاني اسمه ديت، ديت ده بيعمل ايه؟ ديت ده بيعرض التاريخ بتاعك دلوقتي، من اسم معرض لك التاريخ، قال لك النهارده مش عارف كام. طبعا هتبص للتاريخ، التاريخ ده يعني مضروب عندي، مش انا مش مظبط التاريخ بتاع الفيرتشوال ماشين دي، بس يعني لا اكتر ولا اقل خلاص. بس كومنت بيعرض لك اليوم اللي انت فيه، انت في شهر ايه، انت يوم كام. يبقى النهارده، النهارده 10 اكتوبر الساعة دي 29 عندنا كنديا، است عارف ايه تايم سنة 2012، ماشي كده؟ كلام جميل قوي، جميل. عندك كمان كوماند تاني اجكت، اجكت ده هيعمله هيطلع لك السي دي روم اللي كانت ده عندك. بص كده، انا كان من شوية الدي في دي كنت عامل لها انسيرت جوه المكنة، كانت موجودة هنا من شوية، ايه اللي حصلها؟ الدي في دي خلاص مع السلامة طلعت بره المكنة. مرة تانية كده عملت له كونكت، كده بقت كونكتد تمام؟ اهي ظهرت اهي عندي. لو حضرتك جيت عملت له ايجكت مره تانية، اختفى خلاص. فايجكت المخرج التري بتاع السي دي روم بتاعتك بره، التري اللي هو الباب بتاع الروم، بيطلع لك الباب بتاع السي دي روم بره. او ممكن تقول له ايجكت داش تي بيدخله جوه مره تانية، ايجكت داش تي بيدخله جوه مره تانية. بس طبعا عمره ما هيشتغل لا على فيرتشوال ماشين ولا على لابتوب، لان او الفيرتشوال ماشين اكيد لا، على لابتوب عادي عمره ما هيشتغل لسبب ان الدي في دي او السي دي روم اللابتوب ده ما بتلفش على تروس، مش زي العاديه، الدي في دي العاديه بتلف على تروس، بيقدر يدخلها مره تانية، بديها امر بعت لها امر يقول لها ادخلي مره تانية، انها دي في دي ده عباره عن ضغط بس، فعمرها ما. فلو انت على مكنه عاديه وعملت ايجكت داش تي، ايجكت هيطلع تري، ايجكت داش تي هيدخلها مره تانية، ماشي كده؟ طيب جميل قوي، كلام جميل وزي الفل. ايه تاني يا سيدي من الكومنتز اللي سهله عندك؟ عندك كومنت تاني اسمه ال اس، ال اس ده او بلاش ال اس، عندك كومنت تاني اسمه داير. داير ده موجود في الدوس، داير ده موجود لو حد فيكم اشتغل على الدوس القديم، داير ده موجود في الدوس. داير كل وظيفته بيعرض لك الملفات والدايركتوريز اللي موجوده في المكان اللي انت فيه دلوقتي، بيعرض لك الملفات والدايركتوريز او الفولدر اللي موجوده في المكان اللي انت فيه دلوقتي. فلو انت مثلا في سلاش هوم ستودنت هيعرض لك الفئات اللي في سلاش هوم ستودنت. طب لو حضرتك في السلاش وجيت داير هيعرض لك الحاجات اللي موجوده في المكان اللي انت فيه دلوقتي، ماشي كده؟ خلاص. طب لو قلت له كده سلاش فار مثلا كده هيعرض لك الحاجات المره دي اللي في فار. فلو انت قلت له داير لوحدها كده باي ديفولت بيختار المكان اللي انت فيه يعرض لك الملفات اللي موجوده، ان انما لو انت قلت له ومكان تاني بيعرض الملفات اللي موجوده في المكان التاني من غير ما تتنقل المكان اللي انت موجود فيه. خلاص؟ حد عنده مشكله دي؟ حد عنده مشكله في لو قلت له داير ومكان ما هيعرض لك الملفات اللي موجوده في المكان ده، لو انت قلت له داير هيعرض لك الملفات اللي في مكانك بس. خلاص كده؟ طيب نفس الكوماند اللي داير يعمله ده نفس الفانكشناليتي في حاجه تانيه اسمها ال اس. ال اس برضه بيعرض الملف، ال اس بيعرض الملفات. لو انت قلت له كده ال اس سلاش روت هيعرض الملفات اللي موجوده في سلاش روت. لو قلت له كده ال اس سلاش هيعرض لك الملفات اللي موجوده في سلاش. لاحظ كده بالفرق بين داير واللي احنا قلناهم كده. اولا داير وفار الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، الاثنين بيعرضوا الملف. طب الفرق بقى ده معاه كميه اوبشنز غير طبعا. فال اس هو ادفانسد قوي يعني، ال اس في مميزات موجوده في فار خلاص. حاجه ال اس بيسمح له ان هو بيلون الدايركتورز والفولدرز. بص كده اسماء الملفات، خد عندك ان اعرف المعلومه دي من النهارده، للنهارده اسماء الدايركتورز او الفولدرز هيكون لونها ازرق، اسماء الفولدرز هيكون ازرق خلاص، اسماء الفايلز هيكون اسود
الفايلز هيكون لونها اسود، ماشي كده؟ لو انت في التي تي واي اسماء اللي هيكون لونها ابيض، لو انت في واي، لو انت هنا كده في تي تي واي 2 كده ال اس اسماء المدارس اللي لونها ابيض، لو قلت له كده ال اس سلاش اسماء الدايركتورز اللي لون دول تعرفهم النهارده خلاص. فال اس اوبشنز ادفانسد عن فار، يعني مش فيه كل الخيارات اللي موجوده في ال اس، في كميه خيارات غير طبيعيه، ده تفصيل ممل ان شاء الله. انما الخيارات اللي موجوده فيه قوي مش كتيره قوي زي ال اس. حاجه ال اس بيسمح لك ان انت تلون، بيلون لك الحاجات عشان يوضح لك الفرق بينها، مثلا لما تلاقي لونه اسود خلاص الدايركتوري هتلاقي لونها أسود. فبيخليك تعرف بسرعه ده ايه، ده فايل ولا ده فايل ولا فولدر بالمنظر ده. الوان تانيه كل ما هناخد حاجه بتاعها بيدل على ايه، لحد ما الملفات لها لون خلاص والدايركتوريز لها لون تاني. حد عنده مشكله في كده؟ الدايركتوريز زرقاء والملفات سوداء خلاص. طيب جميل، بالمناسبه لو انت كنت عايز ده يلون كنت اقول له كده داير داش كلر، داش داش كلر هيلون برضه، بس ال اس لوحده مباشره بيلون، يبقى ال اس لوحده مباشره هيلون، ماشي كده؟ طيب حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى ده اس الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. طيب جميل، لو عايز تكريت الفاضي، لو عندك ملف فاضي وعايز تعمل ايه كده، نخش جوه سلاش، قلت له بي دبليو دي، قال لي انت في سلاش روت يا معلم. لو عايز فايل فاضي هتقول له تاتش واسم الملف، تاتش مثلا ملف اسمه، لو جيت تقول له كده ال هتلاقي عندك ملف الكاريت اسمه تيست في المكان اللي انت واقف فيه، بيكريت ملف فاضي عندك، تاتش بيكريت ملف. لو قلت له كده تاتش تيست 2، تاتش تيست 2، لو جيت اقول له كده ال اس، بص المره دي عندك ملف جديد اسمه تيست 2، فايل تكست باي ديفولت هو بلين تكست فايل، فايل فاضي مفيش فيه اي حاجه، تاتش بيكريت ملف تكست فاضي مش جوه حاجه خلاص. طيب محمد نصر لو وصلت تاني هطردك بره السيشن، ماشي كده؟ طيب كلام جميل قوي، يبقى انت عندك كده تاتش بيكريت ملف. لو حضرتك بقى اتجننت ورحت مكريت ملف تاني او تاتش تاني لنفس الملف، قلت له كده تاتش اسمه تيست مره تانيه، ايه اللي هيحصل؟ لو قلت له تاتش الملف موجود قبل كده بيقول لي اس ايه ده؟ هتقول لي مفيش اي حاجه، هقول لك لا، تاتش حضرتك لو الملف مش موجود بيكريته، تاتش لو الملف موجود بيكريته، والملف موجود بيغير اخر مره انت اكس الملف ده فيها امتى؟ ايه ده؟ تاني كده؟ تاني؟ تاني تاتش لو الملف مش موجود بيكريته خلاص؟ ده ملف عادي، ملف تكست وظيم، ملف تكست زي النوت باد كده بيفتح لك تكست، مش فولدر ولا حاجه، مش ده خلاص بقى خلاص؟ تاتش اي ملف بيكريت لك ملف لو الملف مش موجود. طيب لو كان موجود حضرتك، لو كان الملف موجود بيعمل ايه؟ لو ملف موجود بيغير اخر مره انت اكده فيها امتى؟ طيب عشان اتاكد اخذت الملف ده فيها امتى، بص عندك كده الكوماند اللي اسمه ال اس مع اوبشن اسمه ال، بص كده عليه ال اس بيعمل لونج ليستنج، بيعمل ليست للفايل، ال اس داش ال بيعمل فايلز خلاص، لكن بيعمل لك حاجه اسمها لونج ليست، يجيب لك الملف كل ملف اهو بس بخصائصه كلها كامله، البرز بتاعته اللي لسه هنتكلم عنها قدام، الاونر والجروب ومش عارف ايه اللي يهمني دلوقتي الوقت ده. بص كده الملف اللي اسمه ديس ده اخر مره اتقاس في يوم في 10 اكتوبر خلاص الساعه 2:37 دقيقه، ماشي كده؟ والملف اسمه تيست 2 اخر مره اكسس 32 دقيقه. بص كده لو انت عملت تاتش تاني الملف اللي اسمه تيست وجيت تعمل ال اس داش ال تاني كده الاكسس تايم ايه اللي حصل له؟ بتعمل تيست اتغير، تاتش لو الملف مش موجود مره تانية، تاتش لو الملف مش موجود بيكريته، لو الملف موجود بيغير اخر مره اكسسته فيها امتى، مع خليك لو كان الملف فيه تك عملت له تاتش التكست اللي جوه ما اتغيرش، يفضل الملف زي ما هو، اللي بيضغط انت اخر مره عمل اكسس امتى بس. حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ يا ابني ملف تكست عادي اسمه تيست، في ايه؟ مفيش عندنا اسمها حاجه هنا ملفات، مفيش عندنا حاجه اسمها ملفات في اللينكس يا جماعه، مفيش عندنا حاجه اسمها امتداد الملفات، تاتش ما بيعملش اوفر رايت، تاتش بيغير الاكسس تايم بس لو الملف موجود، ولو الملف مش موجود بيكاري جديد بس كده خلاص كده. يبقى لو الملف اصلا موجود زي حاجه كان تيست موجود ما غيرش كنت دفاع. ليه بقى؟ بص كده انا عندي ملف هنا هعمل له سيف اهون،
قلت له كده سلاش هوم ستيوت ديسكتوب. ال اش ال كده اسف ال اس داش ال. انا عندي ملف هنا هو اسمه فايل. الملف ده موجود، ده ملف موجود قبل كده عندي، ده ملف موجود قبل كده عندي. طيب لو انا جيت اقول له كده طيب ملف اسمه تيست واحد، انا عندي ملف اسمه تيست هنا، لا مفيش ملفات اسمها تيست واحد، ملف اسمه تيست واحد. فما دام مش موجود وجيت اعمل ال اس داش ال تاني اهو اتكريت لانه ما كانش موجود اصلا. طيب لو انا جيت عملتش بقى لملف كان موجود نيو فايل بالمنظر ده، ملف كان موجود اسمه نيو فايل بالمنظر ده، وجيت اقول له اس داش ال مره تانيه، المره دي كل اللي عمله غير ستايم بس اهو، الاكس بتاعه اتغير. ده معناه اخر مره انت فتحت الملف ده امتى؟ بس كده. بص الاكس تايم هنا ايه؟ 42. هو اصلا كان كام؟ كان 42. بيقول لك انت اخر مره فتحت في امتى؟ بس لو الملف كان موجود بيغير اخر مره انت فتحت الملف فيه اللي هو الستايم بتاعه، اخر مره اكسست الملف فيه بس كده. لو الملف ما كانش موجود هيديته من البدايه اهو، وهيدي له صفر، سايز صفر يعني مفيش اي حاجه جواه، مفيش اي حاجه جواه كده. طيب خد عندك كوماند اسمه كات. كات كل اللي بيعمله بيعرض لك ملف، كل اللي بيعمله بيعرض الملف. لو قلت له كات نيو فايل، بص كده ده الكلام اللي موجود في نيو فايل بس عرضه في الكوماند اهو. فكوماند كات اي ملف، كات اي ملف بيعرض لك موجود جوه الملف ده بس كده. صعبه كات؟ اكمل ولا ايه؟ جميل جميل جدا زي كده يا معلم. ناخد شويه اوبشنز بس نرجع ل ال اس كده بسرعه بقى. بص يا سيدي، فاكرين ال اس اللي خدناها من شويه؟ لو قلت له كده ال اس بس بعرض لي ملفات بس. طب لو قلت له ال اس داش ال بعرض ملفات لونج ليستنج، بيدي لي كل ملف او كل دايركتري عندك خصائصهم كامله، مين الاونر اللي بيملكهم، ايه البرميشنز بتاعتهم، ايه اللينك كاونت. هناخد كل حاجه من دول ان شاء الله، يعني الاين بتاعهم ايه، اسم الملف ايه، السايز بتاع الملف ايه. ماشي. طب السايز ده هو بالكيلو ولا بالميجا ولا بالجيجا ولا بايه بالظبط؟ انا عايز اعرف الكلام ده. لو انت ده ال اس داش ال اتش، بص كده اتش معناها ال معناها لونج ليستنج، ال ال معناها لونج ليستنج، ال اتش معناها هيومن ريدابل. تمام. هيومن ريدابل معناها انا عايز اقول عايزك تعرض لي الملفات دي الساعه بتاعتها بالكيلو بالميجا بالجيجا ايا كان مساحه الملف، بدل ما هيسيبها لك كده، هيسيب لك الدنيا عايمه كده ما تعرفش هي بالبايت ولا بالكيلو بايت ولا بالميجا بايت ولا بايه يعني. خلاص. طب الاوبشن عندك اسمه ال اس داش ال تي. ال تي بيرتب لك الملفات بناء على الاكسس تايم بتاعها. ال اس ال تي بيرتب لك الملفات بناء على الاكسس تايم بتاعها كده. هتلاقي الاكس اللي اتاكل اول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. خلاص كده ماشي. يبقى دي اوبشن معناها تايم ليستنج، بيعمل لونج بالتايم. خلاص جميل. حد عنده مشكلة في كده؟ هتشوف ايه 72 دي كمان ان شاء الله السيشن اللي بعد الجاي هتشوف هي ايه 72 دي، هتعرفها هي ايه. فاستنى على رزقك، قلت لك اصبر هتاكل لوز. ماشي. طيب تعالى يا معلم كده كمان. ال اس داش ال ار، ال اس داش كده بص بتعمل ايه، وعندك كمان ال اس ال ار. بص كده ايه اللي حصل. داش ار معناها ريفيلد ليست، يعني قال لي ليست بالمعكوس اللي كان فوق. بص كده هنا كان بادئ من زد، كان بادئ هنا من تو زد، هنا بدأ من زد تو ايه. الترتيب الترتيب اتعكس بس. ماشي كده. كمل. في كمان اوبشن مع ال اس اي زي ال اس داش ال ار، وده مجرم يعني. ليه بيعمل ايه؟ الار كابيتال دي معناها كابيتال معناها ريكيرسيف. طب ال اس معناها ايه؟ معناها انا عايز اعمل لونج لينك ريكيرسيف. يعني ايه ريكيرسيف؟ كلمه ريكيرسيف دي معناها اعرض لي دايركتري
كل الملفات اللي موجوده جواه. تعالى كده موريك الفرق بينهم. قلت له كده ال اس سلاش ال سلاش هوم، بص ايه عرض لي الحاجه سلاش هوم مباشره. طب لو انا عايز اعرض كل اللي جوه سلاش هوم بكل اللي جوه، يعني انا عايز اعرض لك ايه اللي جوه عليك وايه اللي جوه مصطفى كمان، المنظر ده كل الدايركتوريز جواها، كنت اقول له كده ال اس سلاش ال ار سلاش هوم. بص كده ايه اللي حصل، شوف عرض لك ايه كل حاجه سلاش هوم اهي ال اس سلاش ال ار سلاش هوم. قال لك هوم مباشره ثلاثه دايركتوريز دول، علي لوحدها مفيش فيها اي حاجه، مصطفى مفيش فيها اي حاجه، بس استدون عنده كل حاجه، عنده الدايركتوري والدايركتوري اللي اسمها ديسك توب دي الواحد فيها كذا، والدايركتوري اللي فيها دوك فيها كذا، وانت انتايتلد مفيش فيه حاجه، والباقيين دول كلهم مفيش فيهم حاجه. فداش ار دي بتعمل ريكيرسيف ليست، ريكيرسيف بتعرض الحاجات باللي جواها، بتعرض الدايركتوريز باللي جواها، ماشي كده؟ ماشي يا شباب؟ حد عنده مشاكل كده؟ طيب كلام جميل فل، ده كلام لوز. ايوه بالفولدرات بالفايلز اللي جوه، اي حاجه جوه الدايركتوريز دي تعرض، ماشي، اي حاجه جوه الدايركتوريز دي تتعرض خلاص. طيب المشكله في الامر ده بقى ان ممكن واحد يتجنن، بروح اعمل كده ال اس داش ال ار سلاش ال اس داش ال ار سلاش، بص كده هيقعد يعرض لك كل حاجه في الدنيا. فطبعا القراءه بيستهلك الريسورسز بتاع الجهاز الغبي، يعني سواء ديسك او سواء كان بروسيسور. ما هنلكش كنترول سي بيعمل لك كويت، كنترول سي بيقفله اهو، كنترول سي بيعمل لك كويت او بيترميت، كنترول سي كنترول ومعاه الكاركتر سي هيوقف، ماشي كده. طيب بص كمان يا معلم، عشان البلاي ستيشن بتاعتك ممكن عندك كمان ديس مود خلاص، او في نفس اللي الاكزيت بيعمله في عندك كنترول دي، كنترول دي اهو كنترول دي بيخليك تعمل لوج اوت، يبقى انت عندك يا اما تقول له او كنترول ومعاها دي، كنترول دي بيقفل لك برضو السيشن خلاص، كنترول سي بيوقف ابلكيشن، كنترول سي بيوقف ابلكيشن زي مثلا ال ار اللي احنا عملناها من شويه ديت. تعالى كده السيوت كده ال اس داش ال السلاش هيبدا يشتغل، لو انا عايز اوقف الكلام ده اللي اعمله هضغط كنترول سي بس، كنترول سي هيوقف السيشن اهو، كنترول سي بيعمل ترمينيت، كنترول سي بيعمل ترمينيت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب عندك كمان بيوقف الكوماند ده بس، ايوه ما بيقفلش السيشن كلها، كنترول سي بيوقف ده بس ما بيقفلش السيشن كلها، يقفل السيشن كلها كنترول دي، كنترول دي بيوقف السيشن او بيعمل يقفل السيشن دي اساسا، بيعمل لك لوج اوت، كنترول دي بيعمل لوج اوت الكوماند اللي اسمه اكزيت خلاص. طيب لا السيشن بتتقفل كنترول دي كده بعد ما يخلص هيتقفل. طيب ايه كمان يا سيدي، مش قلنا ما حد، مش قلنا ما حدش سبق، نستوري اصلا كنت اقول ايه، حرام عليك والله. طيب معلم لو عايز تعمل لوك للسكرين بتاعتك عندك كنترول اس، هي مش هتبان هنا قوي يعني، مش هتبان بس هتبان في تي تي واي، بص كده اقفل تي تي واي كده او روح للتي تي واي، اسف روح للتي تي واي كده، انت عندك تي تي واي اهي، ادي تي واي. لو حضرتك جيت تكتب كده فالكلام بيتكتب جميل، طب لو انت مش عايز الكلام ده يبان اضغط كنترول اس وابدا اكتب، مفيش اي حاجه بتتكتب خلاص. طب لو عايز تبين الكلام ده عندك كنترول كيو، كنترول كيو يبقى انت في عندك كده كنترول اس، كنترول اس بلوك السكرين، كنترول كي بيعمل انلوك السكرين خلاص، يبقى في عندك كده
كنترول مع الاس ده بيعمل لوك للسكرين، وكنترول معاه كيو بيقل لوك للسكرين. خلاص كده؟ ايوه بيتنفس طبعا، ما بيظهرش على الشاشه، ما بيظهرش على الشاشه. خلاص كده؟ طيب حد قال لحد دلوقتي؟ حد عنده اي مشاكل؟ طيب ممكن نكمل بكره ان شاء الله. خلاص؟ خلاص هنكمل بكره ان شاء الله، هنكمل بكره. ماشي؟ اشوفكم على خير بكره ان شاء الله.